الان نروح مقر جريده الشروق، وسالة حامد مراسلتنا العزيزه هتكون هناك عشان تطلعنا على معانا. سمعت الحديث شكلها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف. بس سالة، في منشط من الجمهوريه عجبني قوي، يعني انت عارف في منشطات كده لبعض الصحفيين بيحبوا يكتبوها عشان بتبقى كاتشي، يعني تلفت النظر، فهي عجبتني. الكاراتيه المصري قال لك في بين قوسين في العلالي. يا سيد خلينا نعرف تفاصيل، اتفضل يا سالة. صباح الخير يا نهاوند، وطبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وجوله صحفيه جديده، ولكن من مقر جريده الشروق هكون معاكم عشان انقل لكم يعني ابرز الاخبار الرياضيه سواء المحليه او كمان العالميه. وخليني يعني ابتدي معاكم، البدايه هتكون من جريده الاخبار تحت عنوان استبعاد محمود عاشور من قائمه الحكام الدوليين. يمكن اعلنت يعني لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم عن يعني القائمة يعني لجنة الحكام، ويمكن يعني طبعا لجنة الحكام يعني هي تحت رئاسة الإنجليزي مارك كلاتنبرج، ويمكن القائمة الدولية دي للحكام هتكون للموسم الجديد. كمان يعني اللجنة أرسلت القائمة للاتحاد الدولي لكرة القدم، واللي هيعتمدها خلاص يعني الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي في شهر نوفمبر المقبل. كمان القائمة شهدت يعني مفاجأة من العيار الثقيل، وهي استبعاد محمود عاشور الحكم المصري من قائمة حكام الفيديو. كمان يعني القائمه ضمت يعني 6 حكام في قائمه حكام الفيديو، رغم ان مصر يعني انا هوندا كريم مخصص ليها بس يعني 3 مقاعد في يعني حكام الفيديو. يمكن القرار ده يعني جه تاكيدا لما ذكره يعني مارك كلاتنبرج رئيس لجنه الحكام، انه طلب يعني زياده عدد حكام الفيديو في لجنه الحكام للموسم المقبل. تاني خبر كمان معانا النهارده من جريده الجمهوريه، والخبر اللي انت اتكلمتي عنه يا نهاوند هو حصد يعني 12 ميداليه متنوعه والكاراتيه المصري في العلالي. يمكن نجح لاعبي المنتخب المصري او المنتخب الوطني للكاراتيه انه يعني يحصل على 12 ميداليه متنوعه ما بين الذهبيه والفضيه وكمان البرونزيه في منافسات بطوله سيريس اي التي اقيمت في تركيا. يمكن كمان لاعبي منتخب مصر يعني حصلوا على 4 ذهبيات كانت من نصيب الكاتا الجماعي السيدات، وكريم غالي في الكاتا الفردي، وكمان علا المدني في منافسات الكوميتيه وزن تحت 68 كيلوغرام، وكمان مؤمن محمد في وزن تحت 67 كيلوغرام. يمكن كمان الميدالية الفضية الوحيدة يعني جاءت من نصيب زياد محمد في الكاتا الفردي، بينما حصد يعني بقية لاعبي منتخب مصر 7 برونزيات من نصيب الكاتا الجماعي سيدات والكاتا الجماعي رجال. ثالث خبر معانا النهارده من جريده الراي، تونس في اختبار ثقيل امام البرازيل. يمكن زي ما كلنا عارفين الفتره الحاليه بيستعد يعني كل المنتخبات يعني حول العالم للمشاركه في بطوله كاس العالم لكره القدم 2022 واللي هتقام في دوله قطر. يعني كل المنتخبات في الفتره الحاليه يعني بياخدوا يا نهاوند يا كريم بعض التجارب الوديه عشان يستعدوا بشكل قوي لمنافسات بطوله كاس العالم لكره القدم. يمكن ابرز المباريات الوديه اللي هتكون النهارده هي هتكون مباراه تونس والبرازيل واللي هتقام في باريس ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. ويمكن دي هتكون تاني مواجهة يا نهاوند كريم لتونس أمام البرازيل بعد يعني 50 سنة. يمكن كانت أول مواجهة ما بين المنتخبين كانت يوم 6 يونيو سنة 1973 بعد ما فاز يعني منتخب البرازيل ب4 أهداف مقابل هدف. ويمكن كمان في مباراة اليوم يعني النجم البرازيلي نيمار هيسعى ان هو يعني يسجل 3 أهداف أو هاتريك في مباراة اليوم، لان هو حابب ان هو يكسر الرقم يعني اللي حققه أسطورة كرة القدم والبرازيلي بيليه. يمكن طبعا أسطورة كرة القدم بيليه يعني احرز 74 هدف مع منتخب البرازيل، ولكن نيمار النهارده ان شاء الله يعني عايز يحقق 77 هدف في تاريخه عشان يتفوق على أسطورة كرة القدم بيليه. اخر خبر معانا النهارده هو رابع خبر من جريده الشروق، ديشان يطالب باريس سان جيرمان باراحه امبابي قبل المونديال. يمكن يعني دعا ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكره القدم كريستوف جالاتي المدير الفني كمان لفريق باريس سان جيرمان انه يسمح لامبابي بالتنفس قليلا او اراحته يعني الفتره الحاليه قبل خوض المنافسات بطوله كاس العالم لكره القدم 2022، لان امبابي يعني الفتره اللي فاتت او الفتره الماضيه شارك في العديد من المباريات مع فريق باريس سان جيرمان. يمكن في الفترة اللي فاتت شارك في 9 مباريات مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي وكمان دوري أبطال أوروبا.
هذا الموسم، وكمان مع المنتخب الفرنسي يعني شارك في المباراة أمام النمسا ويسجل هدف، وانتهت المباراة بهدفين مقابل لا شيء، ويمكن مع باريس سان جيرمان سجل 10 أهداف، فيعني كان مجهود كبير جدا الفترة الماضية عليه، فكان حابب أنه يريحه قبل منافسات كأس العالم. فيمكن طلب يعني المدير الفني للمنتخب الفرنسي من المدير الفني لمنتخب أو فريق باريس سان جيرمان أنه يريحه قبل منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. يمكن ديانا هواندو يا كريم كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بجميع الأخبار يعني الرياضية سواء المحلية أو كمان العالمية. أكيد أنا معاك يا هواندو ومعاك يا كريم لو في أي سؤال، ولا أنا العودة مرة أخرى للاستوديو؟ لا تغطية يعني أعتقد كافية جدا منك يا سالة، شكرا ليكي، شكرا جدا.